بسم الله الرحمن الرحيم. أني ابنا فلسطيني، أبي ما زال فلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي ثوابتنا، الثوابت الفلسطينية التي هي جزء من ديننا، لا نفرط في أي منها، لا نفرط في أي منها، ندافع عن حق الإنسان الفلسطيني مسلما أو مسيحيا، كل الحقوق، ولا نفرط في أي جزء من عقيدتنا، ولا نفرط في شبر واحد من أرضنا، ولا نفرط في مقدساتنا تحت أي ظرف وفي أي زمن. مقاطعة للعدو المغتصب وليكف مواصلة الطريق، وإنها إن شاء الله في آخر المطاف ثورة. هذا يوم ذكرى نكبة من وثقوا، والذين يثقون في الغرب أو يثقون في الشرق أنه سيعيد إليهم حقوقهم. هذا يوم ذكرى نكبة متجددة للذين وضعوا أيديهم في يد قتلة أبنائهم وآبائهم. كلمة الدكتور منصف المرزوقي رئيس الجمهورية. أصيبت بنكبة، وهذه نكبات مترابطة، يعني أسباب هذه النكبة الآن في الكثير من مواقع الوطن العربي. شكراً.